تمام يا دكاترة، احنا بنسجل كده خلاص. هنتكلم ان شاء الله يا دكاترة النهاردة عن الميكانيكس اند باي ميكانيكس اوف اورثودونتيك توث موفمنت. تمام، موضوع سهل وظريف، موضوع هيبقى بالنسبة لكم ان شاء الله انترستنج، وبيجي منه أسئلة كتير في الامتحان يعني. فتركزوا معايا كده، ولو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار يخليه لاخر المحاضره ونجهزه مع بعض ان شاء الله. وانا كل شويه اقف في النص كده واتاكد ان مفيش حد عنده اسئله او حد عنده اسئله، ونبتدي نشوف الموضوع ده اهوت يعني. بس كله بس دلوقتي يعمل نفسه ميوت وكله هيبقى تمام ان شاء الله. ميكانيكس اوف اورثودونتيك توث موفمنت. الميكانيكس الدكاترة it's the science that describes the effect of forces on the body. Types، نوع من أنواع الميكانيكس هو البايوميكانيكس. البايوميكانيكس it is the science refers to the relation of the force of or the relation of the mechanics to the biological system. إحنا بالنسبة لنا في التقويم هنا هنتعامل مع البايوميكانيكس، الإفكت على الإفكت of the force on the biological system. البيولوجيكال سيستم بالنسبة لنا اللي هي السنان والعظم. الميكانيكس can be subcategorized into statics. Statics to the effect of the force of the body in constant velocity. Kinetics, effect of the body on acceleration. Material science, it refers to the effect of force on the body itself. تمام، يعني لو البادي از اكسلريتنج يبقى الساينس ذات ديل وذ ذا اكسلريتنج بوديز از نيمد ستاتيك نيمز كاينتكس ساين او البارت اوف ذا ميكانكس ذات ديلز وذ ذا بادي ان كونستانت فيلوسيتي اور ات ريست ريفيرز تو ستاتكس. ماتيريال ساينس ريفيرز تو ذا افكت these forces on the bodies. يعني لما احنا do apply force on any body الفورس بتاعت ممكن وات ايفر هتعمل له بقى deformation، هتعمل له acceleration. الافكت force on the body نفسه من ناحيه البادي نفسه بتسمى material science. في حد يا دكاتره مش عامل لنفسه ميوت؟ لو سمحتوا اعملوا كلكم ميوت. عشان نتكلم عن الميكانيكس لازم يعني هنعمل we will go back to the Newton laws. كلنا اكيد عارفين نيوتن لوز. اول لوز اوف ذا نيوتن لوز is the law of inertia. The body continue at state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled to change by any force compressed to it. كلنا طبعا فاكرينه، الجسم الساكن يبقى ساكن والجسم المتحرك يظل متحرك بسرعه ثابته حتى يتم التأثير عليه بقوة تغير من حالته. ده الفيرست لو. Second law, the law of acceleration. When the force applied to an object, it accelerates proportional to the amount of the force applied to it. اللي هو F بتساوي M في A. مش هنقف قوي عند القوانين دي، انا مجرب بس بفكركم بيها، انتوا اكيد كلكم عارفينها. هي برضو ايه، احنا مجرب بس بنرفريش اور سيلفز كده سم فيزيكس لو، عشان لو يعني اعترضتنا بعد كده في المحاضره بس تبقوا فاكرين. لو اوف اكشن اند رياكشن. ذير از افري فور افري اكشن ذير از رياكشن اول ايكوال ان ماجنيتيود اند اوبوزيت ان دايركشن. احنا اول لو لوف انريشيا اللي هو بتاع الجسم الساكن يبقى ساكن. لوف اكسلريشن law of action and reaction.
الفيزيكال بروبرتيز عامه زي الديستنس والويت والتمبريتشر اند فورس ماثيماتيكالي بنتعامل معاها as scalars and vectors. ايه هي السكيلرز وايه هي الفيكتورز؟ هنعرف دلوقتي. السكيلرز زي الويت وزي التمبريتشر بنتعامل معها فقط الماجنتيود. يعني احنا مثلا لما يكون هنوصف مثلا درجه حراره هنوصف وزن واحد، احنا ما ينفعش نقول مثلا درجه حرارته 50 ويبقى ال 50 دهيت معاها دايركشن، لان هي مجرد بس احنا عشان نوصف واحد وزنه كام او درجه حرارته كام مجرد بس بنقول ماجنتيود للوزن او درجه الحراره، تمام. لكن بعض الفيزيكال بروبرتيز الاخرى زي الفورس لما نيجي نوصفها لازم هنوصفها بماجنتيود اند دايركشن. اوكي، من ضمن الـ يعني احنا يعني انا مثلا في الاورثودونتيك فورس لما هوصف اي اني اورثودونتيك فورس هقول مثلا الفورس ده هي اكس جرام، ما ينفعش اقول اكس جرام بس، لازم اوصف هل هي مثلا جايه ميزيال فورس ولا جايه ديستال فورس، ابورد فورس، داونورد فورس. لازم لما اجي هوصف الفورس لما هديها ماجنتيود لازم اديشنالي اديها دايركشن عشان اكون عملت لها فول ديسكريبشن للفورس. يبقى احنا الفيزيكال بروبرتيز يا اما تكون سكيلرز بنوصفها فقط بالماجنتيود، او فيكتورز بتحتاج ان احنا من الماجنتيود تحتاج اولسو دايركشن عشان نعمل لها فول ديسكريبشن. طيب احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي في التقويم هنتعامل معها هي الفورس، تمام. الفورس يونت اساسا عندنا هي النيوتن، اوكي. بس احنا في التقويم لما هنيجي نتكلم على الفورس مش هنقول على النيوتن، هنقول هنوصف الفورس بالماجنيتيود بتاعتها بالجرام، دي مجرد بس للتسهيل، تمام. الواحد جرام بيساوي 0.00981 نيوتن، او الواحد نيوتن بتساوي 010.9 جرام. وبعد كده بقيت بقى الباوند والاونسز والجرام تو فورس، احنا كده وكده عندنا عدد لا نهائي من التحويلات. بس احنا عامه لازم تكون عارف ان اليونت الاساسيه للفورس فيزيكالي هي النيوتن، بس احنا في التقويم لما هنتكلم على الـ على الـ على الفورس مش هنقول بالنيوتن، هنقول بالجرام، وهم اوريدي قوي قريبين من بعض. لكن النيوتن هي وحده مختلفه عن الجرام، لكن احنا لما هنيجي نوصف الاثنين هنيجي نتكلم على الفورس في التقويم دايما هنتكلم عنها بالجرام. عايز يا محمد فرج اسماعيل يا دكتور بعد اذنك ممكن بس اشغل الداتا؟ ايه الداتا بس ما بتقلبش عندنا؟ يعني ايه الداتا ما بتقلبش عندك؟ معلش مش فاهم. عندنا كلنا عند الدفعه كلها هي بتقلب عندي انا دكتور. لا بتقلب، روح انت اعمل تو بريزنتر. يعني ايه يعني مش فاهم يعني ايه تقلب الداتا؟ انا مش فاهم يعني تقصد ان السلايدز عندك مش بتتغير يعني؟ اه في سلايد واحد بس هو المعروض عندي اللي هو ميكانكس اوف اورثودونتيك موفمنت. طب ده كلكم كده دكاتره ولا انت بس؟ لا يا دكتور، لا هو في امكانيه ان كل واحد يقلب الداتا وفي امكانيه ان انت ترجع للبريزنترز نفسه كل يعني واحد. يعني هل في مشكله عندي انا يعني؟ دكتور عنده برضه اللي ما بتقلبش عنده روح تو بريزنتر يا جماعه. لا ما بتقلبش عندي وما عنديش امكانيه ان انا اقلب الداتا بنفسي، مش عارف. طب يعني انا احلها ازاي دي؟ مش عارف لو انتوا في شويه عندكم بتقلب وشويه ما بتقلبش، انا ايه اللي اقدر اعمله؟ هو ممكن يخرج ويرجع تاني يا دكتور، يخرج ويرجع المكالمه تاني هيرجع مع الداتا حضرتك على ده الاستاذ اللي حضرتك على ده. لكن الاغلبيه شايف اللي انا بعرضه يعني. اه يا دكتور تمام. طيب خلاص يا دكتور بقى محمد فرج، لو تخرج وتدخل تاني يعني زي ما زمالك بيقول. خلاص يا دكاترة نكمل ولا تحبوا نستنى شوية لحد ما تظبطوا نفسكم؟
لو ندي الناس دقيقة بس يا دكتور، بحيث إنها تدخل وتخرج، بحيث لو أمكن يعني ما يفوتهاش حاجة. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. طب يا دكتور معلش، هو الكلام ده في الكتاب صفحة كام؟ لا مش عارف. طب اسم الشابتر حتى في الكتاب، لأن أنا مش طيب مثلا تمام. فلما هنيجي يا دكاتره هنوصف الفورس، دايما هنوصف الفورس هنوصفها in relation to the center of the body. تمام، اي body ليه center بتاعه. اوكي، السنتر ده هو هنسميه center of mass لو البادي ده هو is free object. free object يعني non restrained body. البادي الوحيد اللي تقدر تقول عليه non restrained بادي اللي هو البادي بتاع الاسترونوتس في الفضاء، يعني لما يكون مفيش انت هنا على الارض مش هتلاقي ابدا اي جسم نون ريستريند. ليه؟ لان اي بادي هو دايما ريستريند باي ذا فورس اوف جرافيتي. تمام، لكن البادي الوحيد اللي نون ريستريند بادي بيكون السنتر بتاعه اسمه سنتر اوف ماس. يعني البادي النون ريستريند خالص اللي هي بتكون في الفضاء زي السفن الفضائيه والاسترونوتس، السنتر بتاع البادي بتاعهم لما يكونوا نوت ريستريند باي ذا فورس اوف جرافيتي اسمه سنتر اوف ماس. لكن لما يكون البادي ريستريند وذ جرافيتي السنتر بتاعه بيتسمى سنتر اوف جرافيتي. اوكي، لما يكون البادي بقى ريستريند باي جرافيتي and additional force أو additional thing هيبقى center بتاعه اسمه center of resistance. احنا بالنسبة لنا الـ objects اللي احنا بنتعامل معاها في التقويم اللي هي الـ teeth it is restrained bodies لأن الـ teeth restrained by the bone and the periodontium. تمام، يبقى احنا بالنسبة لنا في السنان لما هنيجي نتكلم عن السنتر of the teeth هنسميه دايما center of resistance. ليه center of resistance؟ لأن السنان ده هي restrained by the periodontal tissues and bone أو restrained by periodontium، وطبعا بما إنها على الأرض فهي it should be restrained by gravity. ما ينفعش نقول إن السنة دي ليها center of gravity إلا لو كانت هي مش only it is only restrained by gravity، ولا طبعا ينفع نقول إنها ليها center of mass. طيب دلوقتي السنتر اوف ريزيستنس بتاع كل سن ايه اللي بيحدده؟ بيحدد السنتر اوف ريزيستنس ذا روت لينث اند مورفولوجي، ذا الفلور بون هايت، ذا نمبر اوف روتس. بمعنى اصح ان دلوقتي كل سنه ليها center of resistance ثابت، السنتر اوف ريزيستنس بتاع اي سنه ما بيتغيرش، علشان يتغير يبقى واحد من الثلاثه دول يتغير. طب هل هو في واحد من الثلاثه دول ممكن يتغير by age by growth by any mean؟ الوحيد اللي ممكن يتغير هو الالفلر بون هايت. تمام، ممكن برضه الروت لينث يتغير لو حصل فيه روت ريزوربشن، بس دي هنعتبر انها pathological condition مش هنتكلم عليها. بمعنى ان كل سنه ان السنتر اوف ريزيستنس بتاعها ثابت طول الوقت،
لان السنتر اوف ريزيستنس بيحكمه سام بيولوجيكال باوندريز يفترض انها ما بتتغيرش طول الوقت، اللي هي الروت لينث اند مورفولوجي، الالفلر بون هايت، النمبر اوف ذا روتس. طيب مكان السنتر اوف ريزيستنس بتاع السنه بيكون فين؟ مكان السنتر اوف ريزيستنس بيكون 1/3 to 1/2 the distance from the alveolar crest to the root apex. يعني مكان السنتر اوف ريزيستنس بيكون for single rooted tooth يا اما تلت يا اما نص المسافه ما بين الالفلر كريست لحد الروت ايبكس. ممكن علشان for easy calculations بنحسب المسافه ده هي ونضربها في 0.3. طيب يبقى احنا كده قلنا السنه ليها center of resistance. السنتر اوف ريزيستنس ده هو بيكون ثابت طول الوقت. السنه برضو ليها سنتر تاني اسمه سنتر اوف روتيشن. السنتر بقى اوف روتيشن هو عكس تماما السنتر اوف ريزيستنس. السنتر اوف روتيشن بيتغير على حسب نوع الموفمنت. يعني زي مثلا انا حركت السنه بناء as a result of orthodontic force، السنه اتحركت من المكان x للمكان y، يبقى depending on the type of the movement، على حسب نوع الموفمنت اللي حصلت بيكون عندي center of rotation. يعني center of rotation مكانه ما هوش ثابت في السنة، center of rotation بيتغير على حسب نوع الفورس اللي أثرنا بيها على السنة. الكلام دوت هنشوفه بعد كده في السلايدز اللي بعد كده، هنشوف center of rotation ايه هي انواع الموفمنت بتاع السنة وازاي مكان center of rotation بيتحرك من مكان لمكان. بس اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان center of resistance ده center ثابت في السنة، والcenter of rotation ده center بيتغير على حسب نوع الموفمنت اللي حصلت للسنة. طيب على افتراض ان السنة اتحركت من المكان X للمكان Y، انا عندي X ray للمكان X وعندي X ray في المكان Y، وانا عايز اعرف center of rotation مكانه فين. هنفترض ان السنة اتحركت from the position A into the position B، هاخد نقطة من A، هاخد نقطتين هوصلهم ببعض، يعني هوصل ال crown tip مع ال crown tip في ال position A and position B، وهوصل ال root end في ال position A مع ال position B. بعد كده I will erect line from AB اللي هو بتاعت ال crown، بعد كده النقطتين بتوع الابيكس هوصلهم ببعض. سوري معلش، هعمل خط عمودي من اي بي، وهعمل خط عمودي من اي بي برضو بس من عند الروت ابيكس. هنا هعمل خط عمودي وهنا هعمل خط عمودي، هيتقابلوا مع بعض في نقطه، النقطه دي بقت هي السنتر اوف روتيشن اوف ذس موفمنت. تمام؟ فبالتالي ايه اللي ممكن يغير لي مكان السنتر اوف روتيشن؟ اللي ممكن يغير لي مكان السنتر اوف روتيشن التايب اوف ذا موفمنت، درجه ميلان السنه وهي بتتحرك. اوكي، برضو الكلام دوت هنفهمه كويس قوي ونشوفه بعد كده. بس اللي انا عايزكم تعرفوه لحد دلوقتي ان احنا عندنا تو سنترز، عندنا السنتر اوف ريزيستنس ده يعتبر ثابت لان هو بيحكمه بيحكمه المورفولوجيكال ستاتس بتاعه السنه اللي هي الروت لينث والروت مورفولوجي والنمبر اوف روتس والالفر بون هايت. لكن السنتر اوف روتيشن، لا، السنتر اوف روتيشن ده بيتغير. اللي بيحكم السنتر اوف روتيشن هو نوع الحركه اللي حصلت للسنه. تمام؟ طيب في حاجه ثانيه عايزكم تعرفوها اسمها المومنتس. المومنتس اللي هي بالعربي يعني عزم الدوران. اوكي، هنتصور كده دلوقتي when you apply force away from the center of resistance. يعني انا عندي دلوقتي center of resistance بتاع السنه مثلا هو في مكان في نص السنه، هنفترض ان هو في نص السنه، واحنا عملنا application لفورس away from the center of resistance. اوكي، يبقى المسافه ادي عندنا center of resistance اهو، وانا عملت application لفورس away from the center of the resistance. فس ايه اللي هيحصل هنا في السنه دي؟ السنه دي simply هيبتدي يحصل لها tendency for rotation نتيجة الفورس اللي applied. التندنسي اوف روتيشن دي هي المومنت، هي عزم الدوران او تندنسي فور روتيشن. العزم بتاع السنة دي قد ايه؟ بيبقى حاصل ضرب الفورس في البربنديكولار ديستنس
between the point of force application and the center of resistance. يعني the moment to any force هي the perpendicular هي the distance between the point of force application and the center of resistance. يعني الفورس مثلا لو انا قربتها شويه ايبيكالي رفعتها شويه كورونالي يبقى معنى كده عزم الدوران بتاعها هيزيد. طب عزم في حاجه دكاتره؟ طيب المومنت ده هيت ايه اللي يزودها وايه اللي يقللها؟ المومنت اللي يزودها ويقللها حاجتين، ان انا اغير في قيمه الفورس ازودها او اقللها، او اغير في البوينت اوف فورس ابلكيشن سواء ان انا هقرب او هبعد عن السنتر اوف ريزيستنس. نرجع بقى للسلايد اللي فاتت. المومنت بتساوي اف في دي. ما هي الاف؟ الاف اللي هي الابلايد فورس، الدي اللي هي البيربنديكولار ديستانس بتوين ذا بوينت اوف فورس ابلكيشن اند ذا سنتر اوف ريزيستنس. تمام؟ احنا كده عرفنا المومنت. هنتكلم بعد كده على الكابل. الكابل when the two force non-collinear forces يعني parallel forces equal in magnitude and opposite in direction. لما يكون في two forces هما قوتين دول قد بعض they are acting away from each other. تمام؟ بيبقى اسمهم كابل. ايه الكابل؟ الكابل ده بيعمل ايه؟ الكابل ده هو بيعمل بيور روتيشن. الروتيشن بيحصل around the center of resistance زي ما هنشوف هنا. ادي عندنا فورس اللي فوق وعندنا الفورس اللي تحت. They are equal in magnitude, opposite in direction, parallel to each other. لما they will apply to the tools. يا محمد الصوت الدكتور كان قطع بس الفترة اللي فاتت دي. ليه؟ الصوت حضرتك ما كانش موجود الدقيقة اللي فاتت دي بس. تمام. طب بصوا يا دكاترة، يعني الظاهر ان في مشكلة بس في الكونكشن، هستأذنكم بس انا هعمل ستوب بريزنتنج يعني هقفل البرزنتيشن وافتحها تاني. اوكي؟ ماشي تمام، مش مشكلة. كده شايفين السكرين يا دكاترة؟ دكاترة؟ أيوة دكتور، السكرين واضحة. هي دكاترة؟ أيوة دكتور مظبوط موجود. تمام، بس أنا بس غيرت الموديول لأن أنا لقيت إن أنا عامل أنيميشن فما ظهرتش لما أنا، لأن أنا كنت عامل شير باوربوينت فاضطريت أعمل شير سكرين.
تمام، احنا كده وقفنا هنا. يبقى احنا عندنا كده، يبقى هنتكلم تاني دكاتره عن الكابل. الكابل هو تو فورسز ايكوال تو ايتش اذر acting in non-collinear direction and separated by distance. يعني two forces, the forces اللي هي اللي فوق والفورس اللي تحت, they are equal in magnitude, parallel to each other, acting in non-collinear direction. Non-collinear direction يعني هم separated by distance أو parallel to each other, يعني مش واحدة قصاد واحدة. تمام؟ إيه الإفكت بتاع two forces دول؟ الإفكت بتاع two forces دول بيبقى بيحصل له بيبقى هو rotation. يعني الإفكت بتاع الكابل بيكون pure rotation. الروتيشن ده بيكون around the center of resistance اللي هي النقطة الحمراء اللي في وسط السنة دي. يبقى هنقول تاني الفورسز، لما أنا أكون عايز أعمل pure rotation. pure rotation إزاي؟ إن أنا بكون بروح أعمل application ل two equal forces equal in magnitude opposite to each other separated by distance وأثر بيهم على السنة. واحد في الاتجاه say مثلا from the right to the left والتاني from the left to the right، أو واحد ميزيال والتاني distant، واحد بكل والتاني lingual separated by distance. يبقى هيكون الإفكت بتاعهم على السنة إيه؟ هيخليها يحصل لها pure rotation. الروتيشن ده هيحصل around إيه؟ هيحصل around of the center of the resistance of the tool. لحد هنا كده دكاترة، في حد عنده أي أسئلة؟ هنتكلم بعد كده. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه مومنت، عرفنا يعني ايه كابل. هنتكلم على الفاكتورز الافكتنج اورثودونتيك توث موفمنت، ذا مانر اند ديوريشن اوف ذا فورس ابليكيشن، اوكي، ذا اماونت اور ذا ماجنيتيود اوف فورس ابليكيشن، ذا دايركشن اوف ذا ابلايد فورس. يعني الديوريشن فورس ابلايد لمده قد ايه، الماجنيتيود الفورس دي قيمتها قد ايه، الدايركشن الفورس دي اتجاهها ايه، اخر حاجه اذر بايولوجيكال فاكتورز زي الايج سكس والدراج والفانكشن وكده. يبقى احنا ايه لما يحصل اورثودونتيك توث موفمنت؟ بيحصل اورثودونتيك توث موفمنت از ا ريزلت اوف فورس. طيب الموفمنت دي حصلت بقى نتيجه ايه؟ يعني اختلاف الموفمنت from movement into another movement على اساس الديوريشن، انا عملت ابلكيشن لفورس قد ايه، على اساس الماجنيتيود الفورس دي اصلا كانت قيمتها قد ايه، على اساس الدايركشن اتجاه الفورس دي ايه، والاذر بايولوجيكال فاكتورز. طبعا اكيد الريسبونس تو ذا اورثودونتيك توث موفمنت بيختلف من سن لسن، بيختلف من ايج لايج. لو في بعض الادويه بتسرع حركه السنان، في بعض الادويه بتقطع حركه السنان، الاوكلوزال فانكشن، لو في حد عنده ستيب كاسبس او السنان انفيرم انتر ديجيتيشن بتفرق عن لو السنان مثلا فري اوف اوكلوجن. طيب الديوريشن اوف ذا فورس، الفورس كان بي سب كاتيجورايزد اكوردنج تو ذا ديوريشن انتو كونتينوس فورس، interrupted force or intermittent force. ايه هي الcontinuous force؟ continuous force ده هي اللي هي الforce level is maintained at some appreciable fraction of the original from the patient to the next visit. يعني ايه؟ يعني انا زي مثلا النهارده انا عملت application لforce، الفورس ده هي بتقل، بس بتقل بنسبة بسيطة قوي. يعني زي مثلا لو انا عملت ابلكيشن لفورس 100 جرام النهاردة والمريض هيجي لي بعد شهر، بلاقي الفورس بعد شهر تقريبا مثلا بقت 90 جرام، بقت 95 جرام، انها حصل لها شوية ديكلاين، بس ديكلاين بنسبة بسيطة قوي من الاوريجينال فورس. تقدر تعتبر ان الفورس ده هي تكاد تكون كونتينيوس. هل ينفع ان انا اقول مثلا ان الفورس هي 100 وفضلت 100 من الزياره للزياره؟ فيزيكالي ما ينفعش، لانك انت احنا بنعمل ابلكيشن لفورس باي الاستكس باي سبرينجز، والحاجات دي هي بيحصل لها فورس ديكي. يعني انت اي استك لو انت افترضت كده ان انت شديته فضلت هتفضل سايبه مشدود لمده شهر، مستحيل ان هو بعد شهر هتيجي تلاقيه بنفس القوه اللي كان فيها لما انت حطيت الاستك. نفس الفكره لو انت عملت كويل، يعني احنا الكويل سبرينجز عندنا اللي هي السوسه دي احنا بنستخدم ممكن يا اما باور تشينز او كويل سبرينجز، هم اللي بينطبق عليهم الكونتينوس فورس بالنسبه لنا.
السبرينجز او الـ او السوسه الاوبن او الكلوزد كويل سبرينجز بالنسبه لنا هي ممكن احسن شويه تعبيرا عن الكونتينوس فورس. يعني انت لما هيجي حد يسالك ايه الكونتينوس فورس بنعملها ابلكيشن ازاي في التقويم، احسن مثال ليها عندنا هو الكويل سبرينجز. الكويل سبرينجز هي زي السوسه او زي الاساتذه. اوكي، يبقى ايه هي الكونتينوس فورس؟ كونتينوس فورس هي الفورس اللي بتحتفظ بقيمه قريبه جدا من قيمتها الاساسيه من الزياره للزياره الثانيه. زي ايه؟ زي الفورس اوف ذا كويل سبرينجز. طيب عندنا بعد كده الفورس الثانيه اسمها الانتربتد فورس. الانتربتد فورس ده هي انا قلت لكم المره الاولانيه ان بتوين اكتيفيشنز او بتوين الفيزيتس المريض بيجي لك تقريبا الفورس بنفس قيمتها او قيمه اقل من قيمتها حاجه بسيطه جدا. لكن بقى الانتربتد فورس ال بتوين الفيزيتس الفورس بتنزل للصفر. يعني انت دلوقتي بتعمل اكتيفيشن النهارده بفورس مثلا 100 جرام، يو ديسمس يور بيشنت، البيشنت هيجي لك بقى الشهر اللي بعده الفورس دي بقى قيمتها صفر. اوكي، ايه عندنا الحاجات اللي بتعمل انتربتد فورس؟ زي الاكسبانشن سكروز. اوكي، يبقى احنا عندنا الكونتينوس فورس وعندنا اللي هي بتحتفظ بنفس قيمتها، الانتربتد فورس بتوين اكتيفيشن الفورس بتنزل للصفر بتوين اكتيفيشنز. الانترميتد فورس بقى، الانترميتد فورس هي بتنزل للصفر، بتنزل للصفر بس مش نتيجة الاكتيفيشن، بتنزل للصفر نتيجة ان المريض كان ريموف ذا ابلاينز. يبقى دلوقتي سي مثلا انت عامل ريموفبل ابلاينز زي اللي انتوا بتاخدوها في السكاشن، فالريموفبل ابلاينز ده هي بتابلاي فورس تو ذا توث as long as ان الابلاينز في بق المريض. once ان المريض شال الابلاينز من بقه الفورس it will decline directly to the zero. once ان المريض رجع الابلاينز تاني في بقه الفورس تاني هترجع للاوريجينال فاليو او الاوريجينال اماونت بتاعتها. اوكي، يبقى احنا عندنا الكونتينوس فورس اللي هي الفورس اللي بتحتفظ بقيمتها بتوين اكتيفيشن، الانتربتد فورس، الانتربتد فورس اللي هي بتنزل للزيرو بتوين اكتيفيشنز، الانترميتنت فورس هي الفورس اللي بتنزل للزيرو نتيجه الدي اكتيفيشن اوف ذا ابلاينز ونتيجه اوف ذا ريموفبل اور ريموفال اوف ذا ابلاينز باي ذا بيشنت. المثال للفورس الاولانيه هي الكويل سبرينجز او الميموري تشينز، المثال للفورس الثانيه هي الاكسبانشن سكروز، المثال للفورس الثالثه هي الريموفبل ابلاينسز. لحد كده يا دكاتره حد عنده اسئله؟ سمعت يا دكتور، هي الانتربتد فورس قلت للزيرو ليه؟ الانتربتد فورس قلت للزيرو ليه؟ طيب انا كنت عايز اخش معاك قوي في التفاصيل دهيت لان انتوا مش هتسالوا فيها، حتى ما كنتش عايز اجيب لكم صور الاجهزه يعني، بس مش مشكله انا ممكن اشرحها لك. انتوا عارفين الاكسبانشن او البالات الاكسبانشن ولا لا؟ كاسم بس. طيب بصوا يا دكاتره، هو سيمبلي الاكسباندرز دهيت احنا لما يكون زي مثلا مريض عنده نارو ماكزيل اوكي او عنده بوستيريور كروس بايت، فاحنا بنعمل ايه؟ انت بنحط حاجه اسمها زي هايركس اكسباندر او زي مسمار كده ببساطه يعني، بس ليه ديزاين معين في سقف حلقه. اوكي، فالمسمار ده هو احنا بنلفه ماشي، فلما انت بتلف المسمار بيروح ضاغط على السنان بقوه كبيره جدا في الاول. اوكي، وانس ان السنان ريسبوندد للفورس ده هي السنان بتبعد للجنبين. يعني انت دلوقتي الاكسبانشن سكرو ده هو بتزق التو هافز اوف ذا ماكسيلا لاترالي او اواي فروم ايتش اذر. اوكي، لما السنان بقى يحصل لها ريسبوندنج للضغط ده هو فهي بتبعد بتستجيب، فخلاص فهو دلوقتي اوريدي كان يعني 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 هي زي مثلا لو الديستانس ده هي افترض انها مثلا 20 مللي، فانت بتفتح الاكسبانشن سكرو ده هو بحيث ان هو يخلي الديستانس ده هي 21 مللي مثلا يعني، فوانس ان فتحت وبقت 21 مللي الفورس بتبقى صفر. الدكتور اللي بيسالني فهم ولا ما فهمش؟ ايوه فهمت يا دكتور. انت افترض كده انك انت واحد ماسك التو هافز، انا عندي واحد زيه في بقي، سواء الجهاز اللي حضرتك بتقول عليه ده بالظبط.
فانا لما بلف في لحد عدد معين وبعد كده بطل وصل للصفر مبقاش يعمل اي تاثير. صح بالظبط. انت تلاقي تحس ان انت وانس ان انت بتلف بس انت عندك واحد جاز في بوكس. انت عندك كام سنه؟ انا عندي حوالي 20. انت ركبته عندنا في القسم ولا ركبته بره؟ ايوه عندنا في القسم. عندنا في القسم. يبقى انت اكيد كنت بتحس في الاول ان الفرصه قويه جدا صح، وبعد كده بتحس ان مفيش فرصه. بالظبط صح بالظبط. ليه؟ لانك انت because your teeth depending على البلان بقى your two halves your maxillary shelves or your posterior teeth responded to the force. once ان حصل response للفورس السكرو مش هيقدر يلف نفسه تاني تمام، فخلاص فبيقف لحد ما انت تلفه او الدكتور يلفه وهيرجع تاني ياخد سايكل جديده ياثر بقوه لحد ما تنزل للصفر وهكذا. اوكي تمام يا دكتور شكرا. الانتربتد فورس بقى هي نفس الفكره بس هي بتنزل للزيرو مش نتيجه بقى ان حصل ريسبونس للفورس، لا نتيجه ان المريض شال الابلاينس من بقه وترجع تاني لقيمتها تاني لما المريض يحط الابلاينس في بقه. اوكي كده يا دكاتره تمام. حد عنده اي اسئله تانية؟ اوكي طيب هنتكلم بقى عن التايبس اوف اورثودونتيك توث موفمنت. التايبس اوف اورثودونتيك توث موفمنت جزء من المحاضره بقى مهم جدا جدا جدا. التايبس اوف اورثودونتيك توث موفمنت could be tipping movement, could be bodily movement, could be torquing movement, it could be vertical movement. احنا هنتكلم على كل فورس بالتفصيل دلوقتي بس انا هشرح لكم كده كده واحده واحده على خفيف دلوقتي بحيث ان احنا لما نتكلم عنها بالتفصيل تبقى انتوا فاهمين. التيبنج سيمبلي كده يعني السنه بتميل. اوكي يعني السنه لما بتتحرك وفي نفس الوقت انها بتميل ما بتحتفظش بالانجوليشن اوف ذا لونج اكسس بتاعها. البادلي ان السنه بتتحرك از ا وان يونت بتتحرك كده حته واحده من غير ما يحصل لها اي ميلان. التوكينج هو الموفمنت بتاع الروت بس يعني انت بتحاول تثبت الكراون وفقط بس بتحرك الموفمنت وفقط بس بتحرك الروت. الفيرتيكال موفمنت هي الابورد اور داونورد موفمنت. يبقى انا لما هنقول لك مثلا كده واحنا قاعدين كده كدكاتره بعد كده اقول لك خلي بالك السنه دي حصل فيها تيبنج فانت هتفهم ان انا بقول لك ان السنه دي حصل فيها ميلان. السنه دي اتحركت بادلي يعني السنه شيفتد بنفس الانجيوليشن بتاعتها from position A into position B or position C. التوركينج موفمنت لما نقول مثلا خلي ايه ده السنه دي محتاجه تورك يعني السنه ديت انت محتاج تخلي الكراون اولموست في مكانه لكن تحرك الروت. الفيرتيكال موفمنت هو الابورد او داونورد موفمنت. اعملوا يا دكاتره لو سمحتوا ان ميوت. مين الدكتور اللي مش عامل نفسه ميوت وال اوكي طيب هنتكلم بقى دكاتره عن التيبنج. التيبنج او 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 لما السنه تتحرك بتيبنج سب التيبنج ده لوحده كان بي سب كاتيجورايزد انتو ان كنترولد تيبنج اور كنترولد تيبنج. مبدئيا هو تعريف التيبنج ان هو الموفمنت اوف ذا كراون وذ movement of the root. يعني انت لما الكراون بيتحرك في direction والروت بيتحرك في opposite direction الموفمنت اللي هي اسمها tipping. اوكي فاحنا عندنا نوعين من التيبنج. النوع الاولاني اسمه uncontrolled tipping والنوع الثاني اسمه controlled tipping. احنا اتفقنا ان السنه بيحصل فيها ميلان. اوكي يبقى ال uncontrolled tipping is the movement of the crown into direction movement of the root into the opposite direction كده. هذه احنا عملنا application لفورس الفورس ده هي خلت السنة يحصل فيها changing of the direction ولما حصل فيها changing of the direction لو لاحظنا ان الروت اتحرك في الاتجاه والكراون اتحرك في الاتجاه العكسه نتيجة الموفمنت ده هي زي ما اتفقنا بقى ان اي موفمنت بيكون بيحصل ليها center of rotation. فالسنتر اوف روتيشن اللي اتفقنا في الاول ان هو بيكون مكانه بيحدده نوع الموفمنت. يبقى لما يحصل للسنه ان كنترولد تيبنج بيبقى السنتر اوف روتيشن مكانه جاست ابيكال تو ذا سنتر اوف ريزيستنس.
ميوت يا دكاترة، ميوت لو سمحت دكاترة. يبقى uncontrolled tipping it is the movement of the crown into specific direction and the movement of the root into the opposite direction. احنا عشان يحصل control tipping طبيعي لو انت ملاحظ ان الفورس حصل لها application away from the center of resistance، ولما حصل لنا uncontrolled tipping بقى center of rotation for the tool that move into with uncontrolled tipping is just apical to the center of resistance. النوع الثاني من التيبنج هو الكنترول تيبنج. الكنترول تيبنج هو الموفمنت اوف ذا كراون without or with minimal movement of the root. اوكي، يعني انا لما اجي احرك لما السنه يحصل لها ميلان، بس الميلان ده هو الكراون فيه بس هو اللي اتحرك والروت كانت حركته قليله جدا جدا، يبقى التيبنج ده اسمه كنترول تيبنج. ليه انا سميته كنترول تيبنج؟ لان انا قدرت اعمل كنترولنج على الروت بوزيشن. الانكنترول تيبنج اسمه انكنترول لان انا ما اتحكمتش في مكان الروت. دايما احنا لما بنيجي بنحرك السنه باي تيبنج يفضل ان الموفمنت تكون كنترول تيبنج عشان ما تكتشفش ان الكراون بيتحرك عندك في اتجاه والروت عمال يروح في الاتجاه التاني. الفرق بين الاثنين الكنترول والانكنترول تيبنج هيبقى في السنتر اوف روتيشن. حاله الكنترول تيبنج مكان السنتر اوف روتيشن ات از جاست ان ذا روت ابيكس. احنا في الكنترول تيبنج السنتر اوف روتيشن كان ابيكال تو ذا سنتر اوف ريزيستنس، لكن في حاله الكنترول تيبنج السنتر اوف روتيشن ظهر لنا على الروت ابيكس. يعني دكتور في الكنترول الروت ما يتحركش يعني؟ يعني بص انت ما ينفعش تقول ان هو ما يتحركش، بتقول without or with minimal، انت مش عايزه يتحرك. هجيب لك اهو الصورتين من الاول. لاحظوا بقى معايا، بصوا دي حركه الانكنترول تابنج، شايفين؟ شايفين الكراون بيتحرك في اتجاه والروت بيتحرك في اتجاه. اوكي، احنا بقى مش عايزين الموفمنت دي، دايما احنا في التقويم مش عايزين الموفمنت دي. ادي الفورس حصل لها ابلكيشن، السنه اتحركت، شايفين الروت في اتجاه والكراون في اتجاه. الموفمنت عندنا دي اسمها انكنترول لانك انت ما قدرتش تعمل كنترولنج للروت بوزيشن، فالروت دخل منك جوه. كون الروت يتحرك كتير كده دي بالنسبه لنا انكنترول موفمنت او ان وونتد اورثولونتيك موفمنت. انت ممكن تحتاجها تسرير لي ان احنا بنحتاجها. بص السنتر اوف روتيشن بتاع الفورس فين؟ السنتر اوف روتيشن اهو جاست ابيكال تو ذا سنتر اوف ريزيستنس. الكنترول تيبنج بقى انت عملت ابلكيشن لفورس، نتيجه الفورس ده هي، بص بقى ايه اللي هيحصل. الكراون بس هو اللي اتحرك والروت اولموست كان في مكان، ده اسمه كنترول تيبنج. ممكن الدكاترة بس تعملوا unmute لو سمحتوا. مين يا جماعة، مين الدكتور اللي مش عامل ميوت ده؟ مايك يا بودي، مايك. دكاتره بس زميلكم اللي ظاهر عندكم على السكرين ده اسمه مايك يا احمد، احمد الفوزي. يو اسمه ايه لو سمحت دكاتره بس، الدكتور ده اسمه ايه؟ يلا بس نقطه بعد اذنك، هو احنا ازاي هنعمل كنترول لحركه الروت؟
ما هو بص لا دي ما تشغلش بالك بيها بقى، احنا بنقدر نعملها احنا بحاجه اسمها مومنت تو فورس ريشيو، بس يعني انت دي ما تشغلش انت، بس كل اللي عليك اللي هو الديسكريبشن الفورس بس، لكن انت ازاي بقى تقدر ازاي انت تنفذ الفورس دي فعلا، لا دي مش هتتسال فيها انت ما تخافش يعني. يا دكتور شكرا حضرتك. تمام يعني انا فاهم سؤالك، لان انت بالنسبه لك شايف ان في المرتين احنا عملنا فورس، لكن في مره اتحركت كده ومره اتحركت كده، لكن احنا عندنا بقى يعني ان شاء الله باذن الله اللي فيكم هيسجل عندنا ماجستير هيفهم بقى ازاي يعني انت ايه اللي تقدر تعمله وتخلي الفورس تبقى كنترولد او ان كنترول. تمام، لكن اللي انا عايزكم تعرفوه في حاله التيبنج لو انتم هتلاحظوا ان انا في المرتين عامل الفورس بعيده عن السنتر اوف ريزيستنس، صح كده؟ يعني في المرتين الفورس كان مكانها away from the center of resistance، وزي ما اتفقنا من الاول لما انت تعمل فورس away from the center of resistance بيحصل مومنت، بيحصل عزم، فالسنه بتلف معاك، لفه السنه دي بقى يا تكون كنترول يا تكون ان كنترول، لحد هو ده بس اللي انا عايزكم تعرفوه، لكن انت ازاي تعمل ده وازاي تعمل ده لا ما حدش هيسالك كده ما تخافش. اوكي، انتوا اصلا ان شاء الله لو جالكم الكلام في الشفا وقلتوا زي ما انا بقول كده اوعدكم انكم هتاخدوا الفول مارك على طول يعني. ربنا يستر. ما تخافش اطمن يا حبيبي. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي احنا قلنا التيبنج اللي هي الموفمنت اوف ذا كراون، التيبنج سوري اللي هو الان كنترولد والكنترول، احنا الان كنترولد موفمنت اوف ذا كراون انتو سبيسيفيك دايركشن والكراون انتو ذا اوبوزيت دايركشن، الكنترولد ات از ذا موفمنت اوف ذا كراون وذ اور وذاوت موفمنت اوف ذا روت. عندنا النوع الثاني من الموفمنت هي الترانسليشن او البودلي موفمنت اللي هي ان السنه بتتحرك as a one unit. لو تلاحظوا هاي الفورس المكان of the point of force application it is directly to the center of resistance، يبقى احنا لما نعمل الابلكيشن الفورس directly to the center of resistance يبقى السنه هتتحرك bodily as a one unit. يبقى ايه هي البودلي موفمنت اللي انا عايزكم تعرفوه؟ ان البودلي موفمنت it is the movement of the tooth as a one unit from one position into the other. اوكي، ازاي بقى بننفذ احنا البادي موفمنت ديت؟ ان احنا بنعمل ابلكيشن للفورس كلوز تو ذا سنتر اوف ريزيستنس. برضه ما حدش هيسالك ازاي تو اتشيف بادي موفمنت، لان ازاي تو اتشيف بادي موفمنت برضه دي يعني ليها تكنيكات بعيده شويه عنكم او كبيره شويه عليكم تعرفوها في الماجستير ان شاء الله. يبقى احنا قلنا النوع الاولاني من الموفمنت التيبنج موفمنت، النوع الثاني من الموفمنت هو الترانسليتوري موفمنت او البادي موفمنت، ان السنه بتتحرك از ا وان يونت from location into the other زي ما انتم شفتوا كده في السلايد. طيب في حاله بقى الترانسليشن السنتر اوف روتيشن مكانه فين؟ السنتر اوف روتيشن ات از ان ذا انفينيتي، لان السن اصلا ما حصل لهاش روتيشن، فبالتالي السنتر اوف روتيشن بتاعها away from the tooth structure ومكانه فين؟ مكانه في الانفينيتي. دي مفهومه يا دكاتره ولا دي غامضه؟ بمعنى ان السن لما تتحرك بادلي سن اصلا الانجيوليشن بتاعها ما تحركش، فلو هنيجي ندور لها على سنتر اوف روتيشن هيكون بعيد خالص عن السنه اولموست ان ذا انفينيتي. التوركينج موفمنت بقى ات از ذا موفمنت اوف ذا روت وذ مينيمال موفمنت اوف ذا كراون. يبقى التورك هي عكس ايه بقى؟ التورك هي عكس التيبنج. التورك انا عايز احرك الروت لكن الكراون عايزه يبقى ثابت زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا في التورك it is the movement of the crown with minimal movement of the root. في حالة التورك السنتر اوف روتيشن مكانه فين؟ السنتر اوف روتيشن مكانه على الروت ايبكس زي ما احنا شايفين، سوري على الكراون تيب زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا مكان السنتر اوف روتيشن زي ما انا قلت لكم في الاول كل مره عمال يتغير في حته يظهر لنا في مكان جديد. ايه اللي بيخلي اماكن السنتر اوف روتيشن تتغير؟ هي نوع الاورثودونتيك توث موفمنت، لكن في كل مره زي ما احنا ملاحظين ان السنتر اوف ريزيستنس مكانه ثابت. عندنا بعد كده الفيرتيكال موفمنت ات كود بي انتروجن، هي الفورس بتبقى انترودد او اكسترودن، الفورس بتبقى اكسترود التوث بتبقى اكسترودد. اظن دي واضحه مش محتاجه حاجه، انا كل اللي عايزكم تعرفوها فيها بس هنا ان احنا في عندنا فيرتيكال موفمنت كود بي ايذر انترودن او
اكستروجن. طيب الايديال بقى اورثودونتك فورس هي الفورس which includes pressure to the periodontal ligament that is not exceeding the capillary blood pressure. اللي هي يعني الايديال اورثودونتك فورس اللي هي الفورس اللي ما بتزيدش عن الكابيلاري بلاد بريشر في البريدونشم. قد ايه تقريبا هو 32 مليمتر اتش جي. طيب كلينيكالي بقى انا اقدر اعرف الفورس دي منين؟ ما انا مش هقعد اقيس بقى، ما انا مش هعرف بقى الكابيلاري بلاد بريشر منين يعني. انا الكلام ده هو ثيوريتيكال. احنا بقى كلينيكالي نقدر نعرفها منين؟ ان الايديالي لما انا اعمل ابلكيشن لفورس، ان الفورس ده هي اللي تعمل لي the fastest and most efficient orthodontic tooth movement، ان انا اقدر احرك السنه في اسرع وقت وباكثر efficiency with the minimal damage to the periodontal ligament and with the minimal discomfort to the patient. يبقى الايديال orthodontic force هي الفورس that does not exceed the pressure of the capillary blood pressure in the periodontal ligament واللي قيمتها 32 mmHg. كلينيكالي الفورس ده هي الفورس اللي تؤدي the fastest and most efficient orthodontic tooth movement with the minimal damage to the periodontal ligament and minimum discomfort to the patient. تمام كده يا دكاترة، بالراحة كده بقى. في حد عنده أي أسئلة؟ يا دكتور، حد عنده أي أسئلة يا دكاترة؟ دكتور لو سمحت، اتفضل يا حبيبي. هو لو جينا نفرق كده مثلا ما بين التابنج والروتيشن، نقول ده مثلا هيكون التيمنج هيكون روتيشن حوالين الترانسفيرز اكسس، والروتيشن العادي هيكون حوالين اللونج اكسس بتاع التوث. بص حبيبي، هو التيمنج دلوقتي انت دلوقتي يعني عايز تفرق بين التيمنج والروتيشن؟ معلش يا ريت توضح لي سؤالك تاني بس. معلش، ما لو جينا للتيمنج يعني اللي هو الانكنترولد مثلا، فهو هيعتبر روتيشن اصلا، لان احنا بنزق من الكراون الروت بيلف الناحيه التانية، فهو روتيشن حوالين ترانسفيرز اكسس. تمام. بص انت دلوقتي الروتيشن ده هو احنا عندنا انا ما جبت لك سيره الروتيشن، اتكلمت عنه في حاله الكابل صح كده؟ ماشي. تمام. كان المقصود ساعتها ان الكابل ده هيعمل لك بيور روتيشن، يعمل لك روتيشن بيور. ان يعني ايه بيور روتيشن؟ ان السنه مجرب بس انها هيحصل لها اتلف، انت بلاند انك انت زي مثلا سنه هي روتيتد مثلا سنترال روتيتد لاترال وات ايفر، فانت السنه دي هتبقى عايز تعمل لها تعدلها. لكن غير التيبنج انت لما هو when you apply tipping على 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 اللي انا شرحته لكم ده، هو انت تو ابلاي وان فورس اونلي. ماشي. انت في التيبنج في الضوء اللي انت خدته ده هو بيحصل تيبنج للسنه زي ما انت شفت، نتيجه تو فورسز ولا وان فورس؟ وان فورس. خلاص، يبقى انت الحاجه اللي تعمل لك بيور روتيشن انك انت تو ابلاي كابل على السنه، تو فورسز على السنه. تمام. لكن تو هاف تيبنج انت يو هاف ابلايد وان فورس اواي فروم ذا سنتر اوف ريزونانس. تمام. فاهم؟ تمام كده؟ فهمت ولا لسه مش فاهم؟ دكتور فهمتني ولا لسه؟ ايه دكتور تمام وصل. طيب في حد عنده تاني اسئله دكاتره؟ دكتور اتفضل يا حبيبي. الكابل حضرتك قلت الاثنين فورس بيحصل روتيشن للكراون حوالين السنتر اوف ريزيستنس. تمام. هو center of resistance ولا long axis حوالي بتاع السنة؟ لا center of resistance. طب ازاي مش المفروض center of resistance من تلت النص الالفلر كريست لحد الابيكس؟ بص يا دكتور، بص center of resistance بيبقى تلت المسافة
لما تكون باصص للسنه from the facial and lingual. تمام. لكن هنفترض ان انا باصص للسنه من فوق اوكلوزالي زي ما انا جبت لكم الصوره كده، انا باصص للسنه اوكلوزالي من فوق او باصص للسنتر للسنه من الاوكلوزال سيرفيس، هيكون مكان السنتر اوف ريزيستنس فين؟ هو في نفس الوقت في تلت المسافه لما تبص للسنه بقلي، صح؟ طب انت هتبص للسنه اوكلوزالي بقى مكان السنتر اوف ريزيستنس فين؟ بقى تقريبا في وسط الكراون زي ما انا جبت في الصوره كده. خلي بالك ان السنتر اوف ريزيستنس دوت هو 3 دي بوينت، انت السنه مش ورقه، السنه ده هي 3 دي اوبجكت، فانت لما هتبص لها من قدام هتلاقي السنتر اوف ريزيستنس في تلت المسافه فعلا من الروت، لكن انت بصيت لها من فوق انت مش شايف تلت المسافه اصلا، انت شايف السنه دايره كده، فهو فين السنتر اوف ريزيستنس بتاع السنه؟ هو في وسط الدايره دي. الدكتور اللي سال فهمت ولا ما فهمتش؟ مش قوي الصراحه يا دكتور. يعني هو السنتر اوف ريزيستنس ده بيكون في الفيرتيكال دايركشن ولا في الترانسفيرس دايركشن؟ بيكون بص يا دكتور، السنتر اوف ريزيستنس ده هي نقطه، تمام تمام يا دكتور. فتخيل انا لو يعني للاسف لو كنا موجودين ما كان يعني لو كنا دلوقتي ما كنت شرحتها لك على ال مش عارف انا ممكن احلها لكم ازاي، بس تخيل كده يا دكتور، بص السنه ده هي 3 دي اوبجكت، تمام، يعني السنه بتاعتنا 3 دي اوبجكت خلاص. فانت لما هتبص للسنه من قدام بص يا دكتورنا دلوقتي، انت ادي السنه اهي، انتوا كده شايفين الانوتيشنز اللي بعملها دي؟ ايوه تمام يا دكتور. ادي كده سنتر اوف ريزيستنس هنا يا دكتور، صح؟ تمام. انت كده باصص للسنه منين؟ يا اما من الليبيال او اللينجوال سيرفيس، صح كده؟ طيب افترض بقى ان انت باصص لها من فوق، هتظهر لك السنه ازاي؟ تظهر لك السنه عامله كده، صح كده؟ مش بتظهر لنا السنه من الاوكلوزر عامله كده، صح؟ انت باصص لها من فوق دلوقتي، فين بقى سنتر اوف ريزيستنس؟ هل انت دلوقتي هينفع تقول السنتر اوف ريزيستنس وانت باصص لها من فوق هي مكانها فين؟ مكان السنتر اوف ريزيستنس هنا اهو في نص السنه بالظبط، هو ظهر لك هنا كده، لان دي 3 دي اوبجكت، صح؟ تمام تمام. وطب انت بصيت للسنه بقى من ميزيال والديستال، هيظهر لك فين السنتر اوف ريزيستنس؟ هيظهر لك هنا كده. تمام فهمت كده يا دكتور؟ تمام كده فهمت. فانا في المثال اللي انا جبته لك احنا عملنا ابلكيشن لفورس من الناحيه دي وفورس من الناحيه دي، هيحصل لها روتيشن حوالين السنتر اوف ريزيستنس. دايما انا بجيب لكم المثال اللي يوضح لكم المفهوم اللي انا عايزه يوصل لكم بس مش اكتر. يعني انا هنا عايزك تفهم ان احنا في عندنا حاجه اسمها كابل، وان الكابل ده تعريفه زي ما انا شرحته لك، ايه الايفكت بتاع الكابل ده؟ هو بيور روتيشن، انا مش عايز منك اكتر من كده، تمام؟ بالمناسبه لو بما انك سالت بقى فانا هقول لكم حاجه اللي كنتوا عشان تبقوا عارفينها. زي مثلا انا عملت ابلكيشن لكابل هنا كده، خلاص تتوقعوا ان السنتر ان 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 السنه يحصل لها روتيشن اراوند ايه؟ هيحصل لها روتيشن اراوند السنتر اوف ريزيستنس برضو على فكره، حتى لو انا عملت البوينت اوف فورس ابلكيشن اواي خالص من السنتر اوف ريزيستنس، لكن انا عملت ابلكيشن لكابل في اي حته في السن اصلا هيحصل لها روتيشن حوالين السنتر اوف ريزيستنس. اتجاه الروتيشن هو اتجاه الفورسز، بس لازم تاخد بالك ان السنتر اوف ريزيستنس ده هو 3 دي اوبجكت، تمام؟ يعني مكانه على حسب ما انت بتبص للسنه منين. بصيت للسنه من الفيشال هيظهر لك هنا، بصيت لها من الميزل هيظهر لك هنا، بصيت لها اوكلوزل هيظهر لك هنا، هي في الاخر نقطه بتظهر لك على حسب ما انت بتبص للسنه فين، تمام كده يا دكتور؟ اتمنى انك تكون فاهم. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. طيب في حد عنده اسئله تانية يا دكاتره؟ لو سمحت يا دكتور، اللي هي الفاكتور اللي بتاثر على السنتر اوف ريزيستنس، حضرتك قلت المتغير الوحيد تقريبا اللي هو الالفا بون لينس والهاي بتاع، مش الروت لينس برضو ممكن بيتغير بس مينتم ديبوزيشن نتيجه
انا قلت لك ان يعني بص ما تدخلنيش في البيولوجي بس يعني لا انا قلت برضو ان الروت لينث ممكن يتغير بس دي هتبقى باثولوجيكال كونديشن. الروت لينث هيتغير لو حصل روت ريزوربشن او سمنتوم ديبوزيشن، مش بيحصل سمنتوم ديبوزيشن مع الوقت برضو عشان الكومبنسيت الكوزيلاتريشن. يعني مش عارف بقى، ما بص ما تدخلنيش في 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 في, في, في اجزاء يمكن بعيد عني شويه. يعني لو حصل سمنتال ديبوزيشن لدرجه ان هو غير طول الروت خلاص يبقى هيتغير. لكن اكتر حاجه يعني انت مثلا دلوقتي بص يا دكتور، لو انا مثلا انت صورت دلوقتي عملت كوم بي ام سي تي خلاص لنفسك، وجيت تعمل كوم بي ام سي تي لنفسك بعد 10 سنين، ايه المتغير اللي ممكن يحصل شويه؟ هو الالفر بون هاي غالبا، يعني هو ده الموست فيسيولوجيكال هيحصل، يعني ده اللي بيحصل عاده with aging، بيبتدي يحصل الالفر بون لوس الالفر بون هايت يعني with aging او with ignorance of oral hygiene يعني. تمام. ليه انا بقول لكم كده؟ لان انت زي مثلا دلوقتي احنا لو احنا ايه الحاجه اللي احنا بنواجهها، انت ممكن يجي لك مريض عايز يعمل تقويم واوريدي اسنانه فيها الالفر بون لوس وعايز يعمل تقويم برضه. تمام. فهو ده ساعتها انت بتبتدي بقى تو بلان يور اورثورنتيك فورس ديبندنج على ان الالفر بون هايت بتاعه بقى اقل من الاول، ما ينفعش ان كله يبقى زي بعضه يعني. فده الوحيد المتغير اللي ممكن يواجهك كلينيكالي فعلا يعني. لكن طبعا تشينج اوف ذا روت لينث هي ممكن تحصل فيسيولوجيك زي ما انت بتقول بالسمنتال ديبوزيشن، وانا الحقيقه ما اعرفش هو ممكن يبقى اوف فاليو يعني. لكن الاوف فاليو انه ممكن يحصل في الروت انه يحصل له روت ريزوربشن، سواء بقى هو باثولوجيك سواء ايديوباثيك سواء اتروجينيك، لكن ممكن يحصل عندك روت ريزوربشن يعني. تمام يا دكتور؟ تمام. يا دكاتره اي اسئله تاني؟ معلش يا دكتور، هو الفيكسد الأجهزة الفيكسد يعني اللي هي البيسز والوايرز وكده، بيبقى نوع الحركة بتاعتها كونتينوس ولا ايه؟ نوع الحركة بتاعتها بيبقى ايه؟ المفروض انها احنا ايديال فورس عندنا يا دكتور اللي اسمها لايت كونتينوس فورس. المفروض ان احنا ايديالي احنا اي فورس عايزين نعملها الهدف بتاعنا هتكون زي ما انت بتقول كده لايت اند كونتينوس. تمام. طب ومعلش يا دكتور، في الايديال فورس قلنا ان المفروض تبقى ان احنا نعملها تحرك السنه في اسرع وقت وما تسببش ضرر. طب انا هقيم الفورس دي ازاي اصلا قبل ما اطبقها؟ يعني ايه بتقيم الفورس ازاي قبل ما تطبقها؟ قبل ما تعملها يعني عايز تعرف الفورس قد ايه يعني؟ ايوه هعرفها ازاي طالما انا لسه هشوف يعني، انا بحددها على اساس انها ما تسببش ضرر. طب انا هعرف منين انها سبب ضرر او لا؟ بص برضه احنا لما بتيجي عندنا بعد كده بقى لما تقرا او تخش في التقويم، بيبقى كل سنه المفروض ليها ايديال اورثورنتيك فورس افريج. تمام. يعني زي مثلا هنقول مثلا الانتروجن مثلا فور ذا لاترال انسايزر 10 جرام. ماشي. خلاص احنا عارفينه بقى. واحنا عندنا في حاجه اسمها في التقويم الفورس جيج او البريشر تنشن جيج، عندنا جيج كده نقدر نقيس بيه القوه اللي احنا بنعمل بيها بن ابلاي الفورس على السنه دي. وخلي بالك ان وانس ان انا قلت لك ايديالي يعني انت غالبا ما بتقدرش توصل له اصلا. يعني اي حاجه عندنا في البيولوجي او في العلم اتقال لك قبلها ايديالي يبقى انت غالبا ما بتقدرش توصل للايديال. يعني انا مثلا اما هقول لك مثلا تيبنج ايديالي ان السنه بتتحرك از وان يونت، لكن اون ذا براكتيكال بوينت اوف فيو هل انت تقدر تحرك حاجه از وان يونت من مكان لمكان من غير ما تتلف في سنه؟ مستحيل اصلا. اوكي. يعني اللي احنا بنشرحه ده هو بيبقى ايديالي مش لازم اللي انت بتقدر تعمله. اوكي. تمام. شكرا. اي اسئله تانية يا دكاتره؟ اي اسئله يا دكاتره؟ شكرا يا دكتور. ايه الفرق بين كابل ومنز؟ سوري، وات دو يو مين؟
Can you please repeat your question? I said the difference between couple and moments. Okay, okay. We have to go back to the definition. Couple is two forces equal in magnitude, opposite in direction, okay? Separated from each other by distance, causing pure rotation. So the couple is two forces acting on the tooth. They are equal in magnitude, opposite in direction, and parallel to each other, okay? That is couple. And the moment is tendency of the body to rotate, or the moment is the perpendicular distance. Moment is the perpendicular distance from the point of the force application to the center of resistance. So there is a huge difference between the definition of the moment and the definition of the couple. Moment is the tendency of the body to rotate and calculated by multiplying the perpendicular distance of the point of force application to the center of resistance, while couple is two forces acting on the tooth, equal in magnitude, opposite and direction, and parallel to each other, and they are causing pure rotation. Did you get it now? Yes, I did. I see. Okay. Do you want me to go back to the slides? No need, thanks. Okay, thank you. If there is any other questions? No. So what's your name, please? I'm Saif al-Haq Fadl Ismail from Jab. So do you have any problem with the Arabic during the lecture? No, not really. A little bit, not more. So if you have any problem in the Arabic, you can stop me or stop whatever he is giving the lecture anytime and ask him to for translation, okay? And this is my mail. I have dropped down my mail here. If you have any question regarding this lecture or any other lecture, you can mail me this question, okay? If you have, because usually we have our lectures, you know, mixed between the Arabic and I don't know, or actually I didn't remember that you are that. You are not good in Arabic. Okay, I'll do it. Yeah. Okay. Okay, أسئلة دكاترة. شكرا جدا دكتور. طيب المحاضرة كانت كويسة الحمد لله، واضحة ولا كانت فيها حاجة غامضة؟ يعني محاضرة كويسة استفدتوا منها الحمد لله؟ دكتور السنتر أيوة. السنتر ريليشن بتاعت البودلي موفمنت يعني كده يا دكتور بتقول ايه معلش؟ السنترال ريليشن بتاعت البودلي موفمنت ماشي مش قادر افهم ايه السنترال ريليشن دي معلش يعني السنتر ريزيستنس قصدي السنتر اوف روتيشن سنتر اوف روتيشن هو قصدي سنتر اوف روتيشن تمام بص يا دكتور دلوقتي انت عشان يحصل سنتر اوف روتيشن يبقى لازم يكون الانجيوليشن بتاع السنه اتغير صح عشان تقول ان السنه دي لفت شويه واللفه ده هيت ليها مركز لكن احنا في البادلي موفمنت ايديالي ان السنه ما لفتش خلي بالي بقول لك ايديالي اهو تاني اهو ايديالي ان السنه ما لفتش السنه اتحركت بنفس الانجيوليشن بتاعها فروم بوزيشن A تو بوزيشن B معنى كده هل انت هتلاقي اصلا سنتر اوف روتيشن لا مفيش فلما يكون كلمة ما فيش معنى كده ان احنا قلنا center of rotation in the infinity مش موجود اصلا ولو انت حاولت تجيبه هتلاقيه بعيد جدا مثلا بينه وبين السنة 3000 كيلو مثلا على ما تلاقي اي center of rotation حصل للسنة دي يعني ان السنة لما يحصل لها pure translation from position A to position B the center of rotation بتاعها will be in infinity او ما فيش اصلا center of rotation لان السنة اصلا ما لفتش تمام يا دكتور شكرا تمام بس خلي بالك انت غلطت بين انت وانت بتسال اول سنتر اوف ريزيستنس مهم قوي ان انت ما تلخبطش بين الاثنين تمام هو دكتور احنا بنحدده بعد الحركه ما تحصل صح بالظبط كده
center of rotation انت بتحدده بعد ما الحركه تحصل. زي ما انا جبت لكم الدياجرام كمان بتحدده ازاي. ايوه تمام انا بتاكد بس بتحدده بعد ما الحركه تحصل لان هو مكانه بي 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 بيحكمه نوع الحركه اللي حصل. فانت لازم تستنى الحركه تحصل وتنتهي وتقول الحركه دي كانت ايه وعلى اساسها تحدد السنتر اوف روتيشن بتاعها. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور شكرا. ماشي يا دكاتره الف شكر. يلا نشوفك على خير ان شاء الله. لو في اي اسئله بلغوني بيها على طول ان شاء الله. السلام عليكم يا دكاتره. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.